مهندس ياسر، يا مرحب ومنورنا ومبسوطين جدا ان حضرتك معانا النهارده في شغل عالي. سعيد بلقائك يا دين. بقالنا كتير بنرتب اللقاء ده ومبسوطين ومتابعين الاب بالمناسبه يا جماعه اسمه ديسكو. واحنا النهارده بنتكلم عن واحده من الحاجات اللي يعني بتاخد جزء من الميزانيه، المجوهرات والشغلانه والمهنه الجوهرجي. كان عندنا سؤال بقى مش بس عن الانفاق في حاجه رفاهيه وكماليات، لكن كمان عن السلوك الانفاقي بشكل عام. كل ما نتكلم عن صرف الفلوس بيبقى عندنا الهاجس كده بتاع استخدام الفلوس بطريقه خلينا نقول واعيه. ديسكو بيقدم ايه لفكره النفقات واداره النفقات؟ ميرسي ليكي مبدئيا، وسعيد ان انا معاكي. خلينا نتكلم في ما يطلق عليه البيزنس موديل بتاع ديسكو. فكرته ايه؟ ديسكو اختصار كلمة بالانجليزي discount and cash back on everything، يعني خصومات وكاش باك. كاش باك اللي ما يعرفش كاش باك يعني شوية فلوس بترجع لك من المصاريف اللي انت بتصرفيها. فديسكو معني في الاساس بمعرفة سلوك المستهلك. يعني ايه سلوك المستهلك؟ بيحب ايه وما بيحبش ايه في مناحي حياته كلها. يعني دينا مثلا بتحب الاكل الهيلثي، بتحب البرجر ولا بتحب السمك المشوي؟ لما بتجيب جولري، والحلقة about jewelry، بتجيب دايموند ولا بتجيب ذهب أحمر ولا ذهب أصفر؟ مش ده يخوف؟ يعني يخاف على اختراق الخصوصية؟ يعني هل كل المعلومات اللي عندي دي، أنا شخصيا واحدة من الناس بشوف مثلا يعني ما عنديش حاجة أخبيها، ما يعرف الفيسبوك أنا عايز أكل إيه النهاردة، إيه المشكلة يعني؟ يفرق مع إن أنا بحب الجبنة البراميل من الجبنة يعني أنا ما أعرفش ليه الناس بتخاف، بس أقصد الناس بتخاف من الحكاية دي، من أي حاجة حضرتك تقول لي فيها تحليل بيانات. تمام. فأكيد عندكم لوجيك ليها. عندنا لوجيك طبعًا. والليفل أوف الأمان أو السكيورتي بقى كل يوم بيتقدم بشكل كبير. أنا ما ببقاش عارف إن دينا بعينها هي اللي بتحب اللبن خالي الدسم ولا اللبن كامل الدسم. انت بالنسبه لي كود رقم. فاحنا عندنا الداتا تحت ما يطلق عليه ان الداتا مبهمه ومشفره. هذه المجموعه من العملاء بيحبوا ده، بيحبوا الكلام ده، والناس دي ساكنه فين؟ حلوة كمان. والناس دول بيحبوا الفضه، والناس دول بيحبوا الذهب مثلا. واحنا متطابقين مع قانون سرية المعلومات المصري بتاع سنة 2020، ومع قانون سرية المعلومات الشخصية بتاع الاتحاد الأوروبي. وده حلو. يعني أنا عندي التطبيق، فبعمل إيه عشان أستفيد من العروض بقى، الفلوس اللي ترجع لي على المشتريات بتاعتي، بعمل إيه؟ نرجع لفكرة البيزنس موديل بتاع ديسكو، إن أنا بعرف الكلام ده منين. أنا اسمه عجبني. حلو، هو جميل. فرفوش كده يعني. فرفش، ما هو برنامج فرفوش بقى. الفكرة ان احنا عن طريق ان انا بديكي مجموعة من الحوافز اللي على اساسها بشجعك، بقولك ايه يا دينا، لما تشتري اي حاجة لو سمحتي اطلبي الريسيت اللي انت بتشتري بيه الحاجة، وبعد ما تطلبي لو سمحتي يا دينا صوريه على الاب من جوه الاب. حلوة. واتيفر شكل الريسيت، يعني ايه؟ اذا كان الريسيت ده بيبر ريسيت لو رحت سوبر ماركت، او ايفن ديجيتال ريسيت، يعني انت لو خدتي مثلا طلبتي اي حاجه فاتورة من الشركات اللي بتجيلك من على النت بتطلبي بيها الاكل ده، فبيجيلك بيبر ريسيت. فانت كل اللي بتعمليه في ديسكو انك بتاخدي سكرين شوت من الكلام. احنا بنخش بتكنولوجيا بتاعه الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي ده له افرع كتير. احنا تقريبا مستخدمين معظم الافرع بتاعه الذكاء الاصطناعي، فبعرف اقرا ريسيت حتى لو ريسيت مكتوب من عند عم احمد البقال، عند عم احمد البقال فعلا من البراند الكبير بجد؟ اي حاجه. واحنا بفضل من ربنا عندنا مجموعه من الشباب قدرنا نعمل حاجه ما نجحش فيها كبريات الشركات العالميه في مجال التكنولوجيا، الا وهي ان انا اعرف من اي كاميرا موبايل اصور الريسيت ده واعرف اقراه، وخصوصا باللغه العربيه. يبقى اول حاجه ان انا بعرف اقرا الكلام بالظبط. تاني حاجه ان انا بفهمه. عايزه كمان اقرب للناس الفكره، يعني معظم التطبيقات او معظم الحاجات الموجوده عباره عن كود بيقابل كود، يعني اللبن هو مكتوب ملك يبقى فيه في القائمه عنده هو اللبن ده موجود كتير. بس واضح انه حضرتك اللي حاليا ده بيحصل انه حضرتك بتخلق قاعده البيانات دي باللغه العربيه. انا فاهمه صح؟
احنا مش بنخلقها بمعنى كلمه بنخلقها، احنا بنعملها حاجه اسمها مابينج، وفي في علم الذكاء الاصطناعي حاجه اسمها NLP نيورال لانجويج بروسيسنج. يعني ايه اللي يقول لي ان محل سوبر ماركت كاتب لبن 1 لتر لبن خالي الدسم ماركت كذا، فده في علم ورا الكلام. بنبتدي نعمل علاقات ما بين المنتجات بينها وبين بعضها عشان اعرف شخصيه الكود ده. يعني حضرتك جبتي لبن خالي الدسم وبعد كده جبتي شوفان وبعد كده جبتي افوكادو من تجار مختلفين، ده يبقى كده هذا الكود ده هيلثي بيرسون. حلو، لكن المستخدم ازاي يستفيد من كل البيانات دي بطريقه ترجع عليه هو بفايده تسهل حياتي في ايه؟ تمام، انه الاب ده عارف عني كل المعلومات. تمام، تاني انا مش عارف عنك انت كديم، عارف انا عارف سلوكي. ان الكود ده ماشي، فسرية معلومات حضرتك الشخصية، دينا اللي عندها كام سنة، الفيميل اللي ساكنة في الحتة الفلانية دي، أنا لا تعنيني في حاجة. أنا تحت بند ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية نو يو مور سيرف يو بيتر، كل ما أعرفك أكتر أخدمك أقدر أخدمك أحسن. طب أخدمك إزاي؟ أنا النهاردة مش عرفت إن أنت أو الكود ده هيلثي بيرسون وبيحب النوع الفلاني من اللبن خالي الدسم وبيحب النوع الفلاني من الاوتس، فانا هاجي اقول له ايه؟ على فكره يا كود، ده انت في المحل الفلاني عامل عرض على اللبن اللي انت بتحبه، فانا عملت لك ايه؟ وفرت لك في فلوسك. حلو قوي. قيسي بقى على كل حاجه، يعني مدين الاكل ده كاكزامبل عرض، هاخد فلوسي مره ثانيه مش كده؟ اول حاجه ان انا بوفر لك في الفلوس، تمام؟ ثاني حاجه ان انا عشان انا اشجعك انك تعملي الكلام ده، بقول لك ايه من الاسم ذات نفسه، ديسكاونت، ما انا قلت لك على الاوفرات، ان كاش باك اون ايفريثينج، فانا بديكي كاش باك على كل جنيه بتصرفيه. احيانا واحد وهو بيصرف كده، ودي حاجه اكيد فكرته فيها، بيجي له حاله كده من الذنب الاجتماعي. تمام، انا بصرف واشتري مثلا اكل قد كده وانا غيري مش قادر يعمل كده، انا مش قادر اوصل، انا بشتري لبس، انا بشتري بسافر، انا بصرف، فطرق الانفاق دي هل كمان عندكم حلول ان انا وانا بصرف كده اقدر جزء من المصاريف بتاعتي دي تتوظف في حاجه انا برضو بحبها بما انه حللت سلوك المستخدم ده؟ تمام، ده جزء اصيل في فكره الابلكيشن. في حاجتين، اول حاجه انا بقول لك انت صرفتي قد ايه بدايه، علشان ما يجيلكيش هذا الاحساس بالذنب. فانا بقول لك انت صرفتي الشهر اللي فات 10 قروش ولا 8 قروش ولا 6 قروش وجالك كاش باك عليهم المبلغ الفلاني، فاحنا عندنا في ديسكو عندك زي حصاله كده، فانت بقى في حصالتك زي الحصاله بتاعتنا بتاعت زمان اللي كنا نجيب برطمان كده ونقطع الغطا ونحط فيه الفلوس اللي معانا، فانت عندك بقى الحصاله بتاعتك النهارده فيها قد ايه دينا؟ فيها 50 جنيه سي، بقى عندك 50 جنيه، طب ما تيجي بقى يا اما تصرفي ال 50 جنيه دول، واحنا عندنا ميزه انك يكون تقدري تصرفيهم كاش، طب ما تيجي تتبرعي بيهم بقى يا دينا لحاجه كويسه، انت ممكن برضو تحولي نقط البوينتس بتاعتك الفلوس دي من عميل للتاني. يعني فين انت عندك ديسكو وعندك حد انت شايفه ان هو ايه يستحق الكاش باك ده وعنده ديسكو، فتحوليها له في رصيده على طول مباشره. حلوه، كفرد. فانت بتحولي لجهه او تقدري تحولي لشخص. والشخص بياخد فلوسه دي ازاي؟ تروحي لاي حد عنده مكنه من مكنات الدفع دي تقولي له انا عندي الكلام ده، ان احنا متفقين مع الشركات دي كلها، فيروح فاتح الدرج كده مديك ال 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه واتسوف، او لا وانت قاعده في مكانك نزلها لي في المحفظه الالكترونيه بتاعتي عند اي شركه من شركات المحمول او اي محفظه الكترونيه تبع البنوك برضه.